رح ناخذ كونفير بلت في الاول بسيط كونتينيوس ران، يعني ما رح نعمل له ستارتنج وستوبنج، رح نشغله مره واحده بالبدايه. اذا هون عندي كونفير بلت كونتينيوس لرننج، هلا هو مش حاكي انه هون السبيد اكيوريت سبيد ولا مش اكيوريت سبيد. في بعض تطبيقات الكونفير بلت بدي سبيد تكون دقيقه فيه، وفي بعض كونفير بلتس ما بسأل كثير. عارفين هذول اللي بحطوا عليهم مثلا كراتين مثلا، والكراتين بده ينقلها من مكان لمكان، زي مثلا لو عندي الدي اتش ال، مركز الدي اتش ال بيجي كل قطع عليها باركود، والباركود بنقرا اوتوماتيكيا وبنعرف انه لازم يروح هون ولا يروح هون ولا يضل ماشي دغري. السرعه ما راح تكون كريتيكال، فخلينا نحط هون سبيد نوت كريتيكال. وخلينا نفترض انه لارج كونفير بيلت، يعني الباور ميديوم. ويمكن يكون حتى انكلايند كونفير بيلت. هلا اذا السبيد هون نوت كريتيكال وفيش عندي ستارتنج وستوبنج كونتينيوسلي والباور ميديوم، ايش ممكن الجا لمين؟ احنا مش كاتبين اسماء المحركات. ايش ممكن نستخدم؟ انا ما راح استخدم ستيبر موتور، اصلا حرام استخدم ستيبر موتور في ابلكيشن زي هيك، او استخدم سيرفو موتور. احتمال كبير انه استخدم اي سي سكورل كيج اندكشن موتور وذ جير بوكس وذاوت ا فيريبل فريكونسي درايف. وهذا بكفي، بشغله الصبح مره واحده بيشتغل، بعمل ستارتنج حتى لو كان شوي جيركي الستارت تبعه، هو رح يعمل ستارتنج مره واحده باليوم، رح يضل شغال طول النهار، ما فيش عنده مشكله بالسرعه. فلو السرعه صارت تتغير شوي، ليش رح تتغير السرعه تبعته؟ حسب اللود يعني. تمام، بالنظر لو عندي سبيد تورك كيرف هون له، مضبوط رح يصير يتحرك على المنطقه هاي حسب اللود اللي بحطه، خصوصا كانه انكلايند. بس ما هي مش كريتيكال بالنسبه لي، يعني لو كانت السرعه تبعته 1 متر بالثانيه او 0.95 متر بير سكند او 0.9 متر بير سكند، مش مشكله كبيره من هون. ايش ميزه السكويرل كيج اندكشن موتور؟ لو مينتننس وفيري روبست بهاي الحاله. دي سي موتور ما بفكر اصلا اني استعمل دي سي موتور، ما في عندي هون فيريشن على السبيد. هلا لو جينا غيرنا الابلكيشن وقلنا انا بدي هون كونفير بيلت ستارت ستوب كمان بدي positioning accuracy. يعني ممكن يكون عندي بالحالة هاي، خلينا نفترض نفس الشيء large conveyor belt و medium power، وعندي بالحالة هاي أنا عندي speed مهمة والpositioning accuracy مهمة وعندي object وبدي اعمل سبيد بروفايلنج مثلا بهذا الشكل من هون. اذا لازم اتحكم بالسرعه بشكل دقيق والبوزيشننج بدي اتحكم فيه بشكل دقيق، شو ممكن استعمل؟ هلا المشكله هون عندي انا حطيت ميديوم باور، هلا لو انه سمول باور ايش ممكن استخدم؟ ستيبر موتور او سيرفو موتور. من هون ميديوم باور ممكن استخدم دي سي موتور، دي سي موتور مع فيريبل سبيد درايف، مثلا شوبر او 6 بالس ريكتيفاير. هلا الفيدباك وين ناخذ فيدباك؟ ممكن نعمل نفس الشيء، ممكن احط المحرك هون واخذ فيدباك من هون، ممكن اخذ فيدباك من نفس القطعه وين موجوده القطعه من هون. ممكن يكون عندي سنسر معين، اذا كان هذا مهم مثلا يكون عندي سنسر يعمل سنسنج للبوزيشن تبع هذا الاوبجكت من هون. وكمان عشان اخذ بدي هون اذا فيدباك اون بوزيشن، اذا بدي بوزيشن سنسر او شيء سنسر يعمل سنسنج لوين هذا الاوبجكت موجود. اذا بدك سبيد، مكانك سبيد تركبها على نفس المحرك، او مكانك تركب سبيد فيدباك من هون بشافت انكودر مثلا. وممكن استخدم هون انكريمنت ابسولوت شافت انكودر ويعطيني البوزيشن بالضبط اللي موجود فيه، يعطيني بوزيشن
وفيدباك. طبعا كمان ممكن نستخدم سكويرل كيج اندكشن موتور مع فيربل فريكونسي درايف، واحتمال يكون عندنا جير. على السرعات هاي، السرعات هاي ما تطلع سرعات عاليه جدا، يعني كونفير بيلت هيك ما راح يزيد عن متر متر ونص بالثانيه ماكسيمم. ماكسيمم هون فيكون هذا التطبيق مناسب اكثر.